انت ما ترد اي استفسار حتى لو كان متاخر، تاخذه بس انه تكون عارف من اول ما والله يجيك. والله ما نحب نتكلم انفسنا، بس والله بكل امانه ما في خطاب بيقعد عندنا على طاوله اللجنه اكثر من 5 دقائق. 5 دقائق مو اتخذ قرار، انه يعني اقصد انه يوصل يطلع عليه، يطلع عليه وعلى طول اجتماع عندنا هات لاين مباشر. وين ما كان حتى لو ما كنا مدينه واحده عندنا التواصل الفيديو. يعني انا الحين لما ارسل اي خطاب لجنه المسابقات في الرابطه، ترى يا جماعه في رابطه وفي لجنه مسابقات، في عارف انه وصلنا على الواتساب القدم. اتوقع بعد 15 دقائق هو على جوالك. اكيد عندي الافضل اكيد. وممكن انت تبدا في الاجراءات اللي ممكن تاخذ يوم او يومين. طبعا هذه اجراءات طبعا، وبعضها تاخذ ترى يمكن اجراءات نص ساعه حسب الحاله طبعا، لكن ان احنا ناخذها ويلا بكره نجتمع عليها لا طبعا مستحيل، احنا مؤتمنين على هذا المنصب 24 ساعه انتم شغالين؟ طبعا. يعني ممكن يجيك شيء على جوالك 11 12 بالليل، واحدة بالليل؟ ابد، احنا اللجنه عندنا واتساب هذا هات لاين مفتوح على طول. طيب ايش الفرق بينكم انتم في رابطه المحترفين واتحاد القدم؟ من اي ناحيه؟ لجنه المسابقات. احنا المسابقات طبعا في الرابطه معنيين بالمحترفين درجه اولى. حلو؟ الاتحاد السعودي طبعا في تنسيق دائم بينه وبينهم، الاتحاد السعودي كلجنه مسابقات معنيه بالمسابقات المختلفه، عندك كاس الملك، عندك كاس السوبر، طبعا المنتخبات والفئات السنيه مختلفه. انتم بس للدوري؟ الدوري محترفين فقط والدرجه الاولى طبعا. ليه والفئات السنيه مش معاكم؟ لا بس طبعا احنا اي يعني تعديلات رزنامه خلافه طبعا لازم يكون في تنسيق بين الاطراف كلها، بين الاتحاد السعودي عشان تداخل مسابقات وايضا المنتخب السعودي، فهذا لازم يكون تنظيم دائما عمل تكاملي. مين معاك اعضاء اللجنه؟ الاخ عبد المجيد منصور والاخ عبد العزيز الحميدي، وعندنا طبعا سكرتير اللجنه. سكرتير اللجنه طبعا سكرتير. انتم اربع نعم. اربع اشخاص.